وكنحيي الفنانه منى فتو اللي غادي يتم التكريم ديالها اليوم، وتستاهل وتستاهلوا كاع الفنانات المغربيات والفنانه المغاربه. فكنتمنى نكونوا في حسن الظن ديال الجمهور المغربي كامل. شوف الى احتفل مهرجان منى فتو راه كيحتفل بنا كاملين بنات جيلها، ومزيان ان احنا انا هاد يعني الخطوه اللي عملوها انهم فكروا في منى فتو اللي كتمثل الجيل ديالنا، وانا فرحانه ليها بزاف وكنقدم لها التهاني ديالي على هاد التكريم. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين فبراير وتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.